أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان يجمعنا على فعل الخيرات هو شعار الأيام الرمضانية التي تنظمها مذكورة جمعية قدماء إسلام حريشي بن دباب للتنمية المستدامة في مدينتها، وذلك في صفة رئيسها المحترم والمقدم الأستاذ مصطفى فاكر. أيام 24 و 25 من رمضان 1445 هجرية. السيدات والسادة الكرام، محبي الخير والسلم والسلام والأمن والأمان للجميع وللمملكة المغربية من طنجة إلى الغرى بالصحراء المغربية في ظل العرش العالمي المجيد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأعز أمره. وبهذه المناسبة في هذا الشهر الفضيل ونحن على أبواب ليلة القدر أقول ونحن على أبواب ليلة القدر نتمنى لجميع المغاربة النجاح والتوفيق والحكمة وفصل الخطاب، والله تعالى موفق. الإخوة والأخوات أصحاب العقول النيرة، أقول الإخوة والأخوات أصحاب العقول النيرة، غداً إن شاء الله هو 26 من رمضان 1445، وبإذن الله بالمملكة المغربية إن شاء الله ستكون ليلة القدر المباركة، فلا تنسوا هذا الدعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رددوا معي يرحمكم الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إن شاء الله سأقول دعاء. سبحانك اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في جنة لا يسد. وفي الختام باسمكم وباسم جميع الناس داخل الوطن وخارج الوطن أتقدم بالشكر لجمعية قدماء جل خريشي العزيزة والمعتز بها. والشكر موصول لكل من ساهم في إنشاء هذه الموسيقى الرمضانية الثقافية، وشكرا للجميع، وشكرا شكرا شكرا وبارك الله فيكم، واتبعوا الله الذي لا تضيع ودائعه. الأستاذ ديالنا القيدوم سي إسماعيل دائما حاضر ناظر، صراحة ما كيبقاش